مصر في خير، الأمة العربية والإسلامية في خير. والله كلمة تخط إناء الذهب طيب المطر. إذا نواصل، إذا الأستاذ العلميني أيضا يعرف عن نفسه ويعطي أيضا كبرة قوية جميلة وطلاقة جميلة من هذه الكركبة الجميلة كركبة وعشرين. بسم الله الرحمن الرحيم. صباح التحميد مستشار التحقيق الاوروبي للتنميه السياسيه. ويعني احنا امير المدينه المنوره السابق واحد الاشراف المدينه قبل ال سعود، هي تعرف كويس جدا ودعاني ان انا ازورها. من سعيد لما زرتها في البيت وقامت بحفله كبيره لنا جزاها الله خير. انا من بعدها حصل موقفين. موقف جزاها الله خير، هي انسانه كريمه جدا، انبسطنا جدا العزيمه الرائعه اللي سوت لي انا وحفيد الامير مكه في المدينه السابق. عرفت انه احد الشيوخ الامارات الشيخ محمد بن صقر القاسمي شرف مصر، كلمني في هذه الشرف وانا الشريف ونانا معانا، قالت لازم اعزو مرتين، مره ياكل الاكل بيدي لانها كريمه جدا في البيت، ومره في النادي الاهلي اللي عضو في النادي الاهلي وانا اهلاوي كمان بالمناسبه. فقبلت الدعوه على طول لانه كان نفسي يعني ادخل النادي الاهلي، فاول مره ادخل النادي الاهلي على يدها سويت لنا حفله انا وسمو الشيخ محمد بن صقر القاسم. اكبر صلاه على الحبيب المصطفى محمد، على احمد محمد محمود، على شهيد شهيد مشهود، على احمد محمد محمود، على شهيد شهيد مشهود، على حبيبك سيد الوجود. اللهم صلي اللهم صلي اللهم صلي وسلم وبارك عليه. لا طبعا مش هطول، وكل الكلام الحلو والجميل اللي اتقال عن المحبه اللي ربنا وضعها في قلوبنا ما بين شعب الامارات وشعب مصر، وبكل السعادة اللي أنا فيها النهاردة أن أنا موجودة بين إخوة وأشقاء، ومن امبارح وإحنا في حفاوة، وطبعا ومن قبل ما نيجي وإحنا الحمد لله يعني ربنا يعني كان في تواصل كبير بين طبعا الأخت العزيزة طيبة وحفاوتها بينا والأستاذة مريم وتنظيمها لينا. أنا طبعاً حملة وحشتونا هي كل الغرض وكل المشوار كله لينا عشان نقول لكم يعني وحشتونا جداً، ونتمنى إن شاء الله يعني تزورونا في مصر. وأنتم مش محتاجين على ذكر إن أنا أقول لكم تعالوا زوروها، دي بلدكم ودي في أي وقت أنتم تشرفونا وبتشرفوا الدنيا كلها لطيبكم وأخلاقكم وكرامكم ومش عارفة أقول إيه. دار الخير وبلاد الخير، ربنا يخليكم ودمتم وشكرا، واشوفكم في القاهره بقى ان شاء الله. بشكر الشيخ راشد والسيده طيبه طبعا على الحفاوه ولعملكم معانا في الحقيقه والدكتوره حنان، وبشكر الكل ان شاء الله. احنا بكره الصبح على فكره مسافرين، يعني يا رب يكون بقى ايه يعني اخر حديث عشان الوقت يعني نشوف حد قبل وهيب خلصونا. اتمنى انه يكون كده مو مسك الحقيقه، يعني تسمحوا لي ان كل الحضور والدكتور عبد الله اشكر المراه المراه الاماراتيه، لان هي انا حاسه انها قامت بدور كبير جدا جدا في تنسيق وتنظيم الحمله، واعتقد ان الاحساس النفسي بان المراه في المجتمع العربي النهارده بقى لها دور كبير جدا، ده احساس اتمنى انه يسعد كل الستات وكل الرجاله الموجودين. شكرا جزيلا.